parler. Oui, voilà. Ina Houdebekir, CEO et cofondatrice de Historia. احنا اليوم خدينا البلاصة الثالثة وهذه يعني pour nous une bouffée d'oxygène باش تعاوننا باش نلانسيو الابليكاسيون تاعنا اللي هي ابليكاسيون تعاود التاريخ وتعاود تعاود البلايص كلهم اشتراهم بالابليكاسيون موبيل سور سيت ولا من شي مون بيت بس اوت اوف فرونس اوت اوف كل فرونس.